يأتون بذنوب وخطايا عظام. فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم. فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم وجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال. غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة ملك الوهاب حتى نظر إلى جماله ولا صدر ولا هجاب. فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهان والبشارات. فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبالقبول سألناه سؤل المسؤول